بتقنيتها لنبدأ دورية اليوم. يا إلهي، أحد الأشرار يختبئ في السوبر ماركت. هل يمكنك مساعدتي في العثور على المجرم؟ هل تعرفين كيف كان يبدو الشخص الشرير؟ كان يرتدي سترة خضراء، بنطالا بنيا، ووشاحا أزرقا حول عنقه. حسنا، أولا لنقوم بجمع صورة الشخص الشرير معا. موديل، شكرا لك. على الروح بوسعة. ماذا حدث يا جوجو؟ أنا لقد تفرقت أنا ووالدي في الحديقة. لا تقلق يا جوجو، لنعثر على والدك معا. لقد عثرت على والد جوجو. أنت مذهل. ضابط كيكي، الأمر فظيع، لقد سرقت حقيبتي. هل يمكنك مساعدتي في القبض على اللص؟ لا مشكلة، اتركي الأمر لي. هيا. لقد عثرت على حقيبتي، شكرا جزيلا لك. لا داعي للشكر، انه واجبي. اكتملت المهمة ايها الضابط كيكي. Thank you.
الضوء الأحمر قف، الضوء الأخضر انطلق. أوشك الوقود على النفاق، قم بتهبئة السيارة بالوقود. أدخل بطاقة الوقود لتهبئة السيارة. املأ السيارة. اهدأ يا آنسة دبة، ما المشكلة هنا؟ الموقف غير منظم بالمرة، لا يمكنني إخراج سيارتي. لا داعي للقلق، سأحل المشكلة. أخرج السيارة من الموقف. خرجت كل السيارات. ماذا يحدث يا هانك؟ أريد مشاركة الألعاب مع أصدقائي، لكن لا يمكنني العثور عليهم. هل يمكنك مساعدتي؟ لا مشكلة، لنبحث عنهم معا. هذه الأشياء مفقودة، ساعد هانك في العثور عليهم. ها هي الألعاب، انقر عليهم لنعثر على الألعاب الأخرى. مذهل، لقد عثرنا على كل الألعاب. شكرا لك أيها الضابط كيكي. قم بسحب الزر الأحمر وافتح الحاجز.
نسوم عالقة وسط النباتات ولا يمكنها التحرك. لا داعي للقلق، سننقذها الآن. لا يمكنني السير، تعال وأنقذني. اسحب كيكي لتحريك الصندوق وانقذ بلوسوم. يوجد شيء ما خلف الصندوق ولا يمكننا دفعه أكثر من ذلك. يوجد شيء ما خلف الصندوق ولا يمكننا دفعه أكثر من ذلك. يوجد شيء ما خلف الصندوق ولا يمكننا دفعه أكثر من ذلك. لا داعي، يمكنكم دوما القدوم إلى الضابط كيكي إذا احتجتم للمساعدة. تمت حماية مدينة البند الصغير.